موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون، أي فرعون وقومه، النذر، فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأغرقه وجنوده في اليم، أي في البحر. قال: والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم، أي هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم، فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار، وليس الأمر كذلك، فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم. أم لكم براءة في الزبر، أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بأخبار الله ووعده، يعني أخبركم بذلك، وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن يكتب براءتهم في الزبر في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة. فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله، فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميع منتصر. قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر، وقتلت صناديدهم وكبراؤهم، فأذلوا أو أذلوا، ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم، ومن أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته. ولهذا قال: بل الساعة موعدهم، يعني الذين يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط. والساعة أدهى وأمر، أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور في الخيال. هذه آخر قصة ذكرها الله في هذه السورة، وذكرت مختصرة: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا، آيات بينات كما ذكرها الله عز وجل في الأعراف 9 آيات بينات، وكذبوا بها جميعها، ما اتعظوا ولا اعتبروا ولا انتفعوا، ولذا أهلكهم الله وأغرقهم في صبيحة واحدة، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وفيها إشارة إلى آثار أسماء الله الحسنى في الخلق في الكون، هو الذي لا يغالب سبحانه ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى. ثم تهديد كفار قريش الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأنبياء والرسل، أن يصيبهم مثل ما أصاب هذه الأمم المكذبة، فهم ليسوا بخير منهم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أي الكتب المزبورة أي المكتوبة، هل جاءت لكم فيها براءة من العذاب؟ والحال أنه ليس كذلك. أم يقولون نحن جميع منتصر، ينصر بعضهم بعضا ويجتمعون على باطلهم. فيخبر تعالى بقوله، وهذه السورة كما نعلم مكية، وما كانت هذه الهزيمة إلا في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ووقع ما أخبر الله عز وجل به،
ثم حذرهم يوم القيامة في قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وعلى العبد أن يحسن الاستعداد لها بالإيمان بالله والعمل بطاعته واتقاء معاصيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.